نزلت السوق يا جماعة أجيب فراخ بيضة وبلدي علشان رمضان اتصدمت من أسعار الطيور. يلا بينا ادخلوا كده الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وشوفوا بنلاقي الفراخ ازاي وازاي بنعرف نديك من الفرخة وهنستقبلهم ازاي ونعدهم ونشتريهم ازاي وبكام من السوق سوق الجمعة. يكون المليشة دي فرخة ودي الفرخة ودي الجيش. الفرخة بيطلع لها الريش الأول عشان دي صفات أنثى، الأنثى بتبقى بالغة الأول عن الذكر. ده دي أهو دي فرخة بس في نفس الوقت هي فرخة حلوة، لا لأن ريشها ما طلعش جامد. يعني كده أو كم بقى تقول؟ كده اللي كده مع قفص كتير فانت نقي من تحت. بس يا دي فرخة بس هناخدها لازم يا جماعه طبعا صاحب الحاجه هو اللي يعد. معرفوا ان احنا عايزين 20 كام كده؟ 17. طبعا نغطي وناخد 3 كمان. ادي واحد هو ده مش واكل بس حلو يعني. طبعا احنا الاغلبيه خدناهم ضيوف فهننقي فرخه كده بس يكون الريش بتاع ديلها مش طويل يعني مش عارف. ايوه زي اللي الراجل جابها دي كده، هي رشا طويل بس الفرخه حلوه. ودي كده كده 20 وكده حطينا 18. يعني عدهم تاني بقى، عدهم تاني عشان نحسب. وكده البتاع ده مش ضايق عليهم. عد كده بقى تاني. انت ده هتدفعوا على الروسه دي كده 6 7 8 9 10 11 12 ماشي. امسك برضه يا محمد تعالى كده عشان اعد ومانع. لازم يا جماعه العدد. 5 10 10. عد بقى حضرتك كده دول كل 5 ايوه اكثر من حاجه بحاجه كده. حضرتك معاك كام بقى؟ 10. معاك 10 دول كام؟ دول كده 5. حضرتك معاك كام؟ 20. مظبوطين يا جماعه. هو التجار يعني زي ما انتم شايفين كده الناس ما بتعملش اي حاجه وحشه. 5 7 8 9 10. كام بقى حضرتك؟
ايه؟ على طول ب40؟ اي حاجة طيب؟ واصل بقى استاذ محمد فيها ايه؟ لا ب20؟ لا هتبيع 30. يلا يا استاذ محمد بقى ما تتكلمش معانا. والله هي ريتش بالله. مش ده بس انا قلت اعملها كلها. كده يا جماعه احنا اخذنا الفراخ ونقناها وزي ما شفتوا بقى وهنروح بقى ايه عشان التحصيل. ربنا يفهمك. شوف دي لازم التدفئه الجامده يعني واحنا واخدينهم احنا هنحط في ده حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي يا جماعه. متابعين يوميات في مزرعتي كده طبعا بعد ما رجعنا البيت الفرخاي ثانيه اصبر. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا كانوا في الشقاره نفتح لهم واحده واحده كده. الله اكبر اللهم صل على النبي. بصوا طبعا يا جماعه الفراخ واكله فانا مش هحط اكل ورا ميه دلوقتي. اللهم صل على النبي الله اكبر. شايفين جسمهم دافي عشان انا كنت ملفلفهم. اهم حاجه تجيبوا فراخ من مزرعه تجيبوا فراخ من اي حته لازم أن يكون دافي. طبعا مش هقول اسعار مش هقول اي حاجه لان الفيديو انتوا شفتوه في السوق واحنا بننقيه. هم اهو الكتكوت ب 40 جنيه حسبهولي اعطاني 20 جنيه يا جماعه من 800 جنيه يعني حسبهولي هو كده على اللهم صل على سيدنا محمد على كام يا ولاد؟ على 38. حسبهولي هو كده كتكوت على 39 على 39 والكرتونه دي فيها البلدي بس البلدي ده بقى هتشوفوه في فيديو تاني. تمام البلدي هم البلدي ناموا دفوا ناموا اصحى اصحى ده هو بلدي مشعر. هنسيبه برضو مع بعض دلوقتي في فيديو تاني. طبعا فيديو بقى لما احط لهم ميه واكل وكل الكلام ده في فيديو تاني بس مش هعمله دلوقتي علشان عشان هما لسه عايزهم يعملوا حمام عايزهم يغسلوا ينظفوا معدتهم خالص عشان انا عشان انا اغسلها لهم. تمام هجيب دلوقتي اقسم للبلدي حته عشان عشان نحط البلدي معاهم بس هقسم جزء للفراخ البلدي. فيهم كده حسوا كويس وفيهم مش حسوا قوي يعني بس يلا بقى خير ان شاء الله. يا جماعه بعد ما جبتهم من السوق على طول وحطيت لهم الميه